والما عرف يا ويله والما عرف يا ويله هو انا كنت احلم اصير الفنان للفقر ظل بوجدان واتمنى عيش انسان الضيف ما يعرف شني الفكره هل وضع حالي قهره لما يشوف الفقر قد رادوا يهمشوني بس ناس لي يحبوني بالساحة ثابت توني بالساحة ثابت توني من يمكم اشطر بعد ياهي قدرة هالفيلم منه فسرة طلقات توني الخطرة ما حد قبل من عدكم مسويها يا توني لا تعديها هالضيف ما قعد فيها طلقة توني حياكم الله مشاهدين الكرام برنامجنا هو برنامج إنساني اليوم ويا بيت أبو سارة بيت أبو سارة طبعا حالتهم المادية جدا تعبانة واليوم ويانا نجمة عراقية متميزة صاحبة الحنجرة الذهبية مساء الخير مساء الخير عيوني توني الصحة. الله يسلمك خالة بعد أنا البارحة من اتصلت بيك قلت لي شنو المفاجأة الضامنة لبيت أبو سارة اي نعم أي. وأنا فرحت جدا جدا أي. بارك الله بيكم خلينا شوي نسولف في بيت أبو سارة وراجعين لنا تفضل عيوني خلينا نتمشى ونسولف اي عم والله أبو سارة احكي لي اليوم شلون عايش أنت أنت طبعا ناشدتنا أكثر من مرة ودزيت لنا رسائل وشفنا وضعيتك والله نعم والله عليكم عم وخابرتكم وجيتوا انت اليوم شلون عايش اليوم والله احنا اليوم الجمهور يحب يعرف انت شلون عايش الله يسلمك انا وخالتك وهالوليد ايه؟ عايشين بالشارع والله يعني بالسوق منطينا هيك مثل الدكان قاعدين بيجوتشين كوه ومرة تعبانه والله وانا مريض وتعبان وعندي هذا الولد خادمك والله هم مريض ساره وين ساره والله سارة انطتك عمرها تمرضت وماتت اي والله الله يس اي والله عدنا عن فلوسنا ام سارة اليوم انت شنو امنية ام سارة والله اريد فد مكان يعني نقعد بيه نحتمي بيه احد يعني ينطينا يعطف علينا هاي مو مسؤولية الحكومة وهذا عندنا هذا مجيد تعبان هذا مريض والله تعال عمو تعال شو اسمك انت وهو معيشنا يبيع عينت ويبيع العليق بالسوق انت شنو مرضك حبيبي عندي عجز بالكلية ليش ما ليش ما تشتري علاج؟ مو ابيع كليتش وهاي ابيع كنينس وعلج وابوي ما عنده فلوس حتى يشتري لي علاج مو علاج غالي والناس يطلبون الفلوس. ستهديبه خلينا نتمشى ونسولف دموعك غاليه علينا اليوم اليوم باعي اليوم الانسانيه مطلوبه اليوم رسالتكم كفنانين يعني اليوم تشوفون اليوم الحكومه والبرلمان اليوم ما ادري يشوف بيت ابو ساره شلون عايشين شو رسالتكم احنا لو بيدينا شيئاني لو عندي فلوس ما اخلي فقير بالعراق بالدنيا كلها ما اخلي فقير احنا شو نسوي شنو شنو اللي بيدينا شنو طالع بيدينا انا اول ما قال لي عمل انساني قلت له اجي انا احب العمل الانساني بس شفت هذا المنظر وهذا وهاي الوضعيه ليش هيجي العراقي ما يستاهل غير كل الخير والطيب العراق ما يستاهل هيك وضعيه يكون شنو نايمين جوا الجسر شنو هاي هاي مسؤوليه الدوله صح. مسؤوليه الحكومه توني صح ابو ساره عم والله يسلمك حبيبي كل شخص عنده امنيه بداخله اي والله أنا وكل إنسان من يخلي رأسه على المخدة يفكر إيش يحلم أيوة. اليوم أبو سارة حلم شنو تعال يا عمري تعال والله عمو يعني أنا عمواني حلميت حلميت بس شفت الأحلام كلها ما تحققت هسه حلمنا نريد لنا فد لقمة نريد لنا فد علاج نريد لنا والله فد 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 بسطية نقعد بيها بالشارع نبيع على باب الله يعني ما أحلامنا إحنا أحلامنا بسيطة أهل الخير شو أم سارة أم سارة هوايك وأهل الخير صح أم سارة الله يكون بعونكم الله يخليك استاذ قولي لي الطفل شلون تشتروا له علاج احنا نعرف اليوم العلاج مال الكلية يمكن غالي غالي وما عندنا ما عندنا معين والله بالمستشفيات ماكو علاج ماكو ما عندنا فلوس نشتري هذا الرجال عندي مريض وهذا ابني مريض واحنا قاعدين بالشارع ما بردان هيك ليش ملابس ما عندنا حتى ملابس نشتري لا ما عندنا وضعيتك وضعيتك كلش تعبان ملابسك
مشاهدينا الكرام، حقيقة أنا ما أقدر أكمل هاي الحلقة، هاي الحلقة جدا صعبة. بيت أبو سارة يعيشون مأساة جدا صعبة. بيت أبو سارة حالتهم المادية جدا تعبانة. أكو مفاجأة البيت أبو سارة. يا الله يا الله. هو هاي المفاجأة طبعا دموع ست أديبة غالية علينا كلش، وإن شاء الله نقدر نكمل هاي الحلقة على خير إن شاء الله. إن شاء الله بيها مفاجأة كلش قوية. يا الله. مشاهدينا الكرام خلونا نطلع فاصل وراجعيكم. طلقة توني. رجعنا معكم بعد الفاصل ويا بيت أبو سارة ودموع غالية علينا ست أديبة. أشكرك الله يعز غاليك إن شاء الله. أنا ما أقدر أشوف هيك مواقف ثاني. اسمع شيء نص دقيقة للعراق. نص دقيقة. يا دنيا غني 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 ويا الأيام فدوان أروح لها الوطن وعيوني ما تنام. يا دنيا غني 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 ويا الأيام فدوان أروح لها الوطن وعيوني ما تنام. كل الشعب غنى هذا الوطن جنة. كل الشعب غنى هذا الوطن جنة. نغني ويا الأيام نغني ويا الأيام. الله الله صح لسانه. شنو هذا الصوت الحلو الحنجرة الذهبية. أشكرك يا عيوني شباب صوت الجاي في دول قلبك. أشكرك أبو سارة. نعم الله يخليك. حين نفاجئك. أي والله. ناخذ نفس. ما الله والله. أوكي ناخذ نفس. يا الله. يلا أبو سارة. عليكم. أي والله. أبو سارة. يا الله. قلت لكم بداية الحلقة أكو مفاجأة. يا الله. قلت لكم بالبداية عدي مفاجأة آني، والمفاجأة هي شوفوا هذا البيت اللي وراكم. شوفوا شو رأيكم بهذا البيت أبو سارة؟ والله عمو احنا هذا البيت الله يحفظه لأهله. حلو يخبر. الله يحفظه لأهله. احنا يعني أحلامنا ما توصل هالمستوى يعني. هذا المفتاح. البيت أبو سارة. الله بعد فرحة. الله الله حبيبي 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 بعد فرحة. شوفوا الفرحة. شوفوا ست أديبة عبالك البيت. الست أديبة شوفوا الفرحة. شوفوا الغيرة عبالك البيت. الست أديبة شوفوا الفرحة. هذا البيت هذا البيت مساحته 100 متر. هذا البيت مساحته 100 متر. مساحة هذا البيت 100 متر. شو رأيك بهاي المفاجأة؟ مفاجأة جميلة جدا جدا جدا. بارك الله بيكم. ربي يحفظكم ويوفقكم. يستاهلون طبعا هذا البيت. عافية عافية. شو الموضوع ساعدني خليه يطلع برا اذا سولف وياك. طب دخيل يمنا ما يصير عمي وانت بن عشات ايش دخيل. طب دخيل يمنا حلو على راسه. انت فكت. لا مو ياسر ما تعيط. لا تعيط ارجوك خويا ارجوك. عيب تعيط على المرح. ارجوك. لا انا شيباتك. لا لا انا ترى مو شيبات. بيت انهجر. بيت انهجر طلبت 30 ورقه. على 30 ورقه طلبت 30 ورقه شوف صغير قد ابنك. لا شنو اوف 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 وخر وخر. لا لا تعال هنا. لا يضربك لا يضربك. لا 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 يا ما يا ما. توني 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 ضرب. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. دخيل الله. لا اسحار اسحار. دخيل الله دخيل الله. اسحار اسحار. دام دام دخيل الله دخيل الله.
شيله 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 حرام عليك لا تعالوا لا لا طبعا اتسدش انا عمل الثاني احنا جاي قاعد يا ساني قاعد ودي المستشفى ارجوك خويا عيون خاله يا حمود انا راح يموت اسعاف ماما جيبه خابر امي اسعاف اسعاف خويا خبر الاسعاف اترجاك يا الهي يا الهي يا دخيل الله دخيل الله دخيل الله دخيل الله خويا خبر الاسعاف خبر الاسعاف يا لا باي هاي معي انا ما مسوي شيء ما مسوي انا ما مسوي شيء انا ما لي لا تخاف لا تخاف امي لا تخاف امي بسرعة 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 تعال انضرب المسدس انضرب طلقه انضرب طلقه تاني 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 بس بسرعة 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 يا إلهي يا إلهي ارحمك يا إلهي دخيل الله عليك يا ابني مالك 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 دا ينزل دا ينزل راح يخلص دمه دا ينزل اجي وياه يلا اصحى يلا اصحى 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 حلقة التوني بس بدون صياح استاذ بدون صياح لا 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 بدون صياح بدون صياح بدون صياح يا الهي يا سيدي ومولاي ادعي 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 شو امتي امي يا رب اني هذا مثل ابن اختي مثل ابني زميلي مثل ابني لا تغمض حبيبي لا تغمض سود على ظني فتح يلا وصل دخيل الله دخيل الله ربي رحمك رحمك يا إلهي رحمك يا إلهي دخيل دخيل ما ديك واحد يركض شايل مسدس انا مسدس يا خاله بيا حال هذا وين وينه وين راح هذا خطيه الولد دا ينزل دم لا يخلص دمه فدوه لا لا فديته هسه عبينا بطيخ فديته دا يخلص دمه هسه عبينا يخلص عيني عيني خاله امي ما نعوفك حبيبي وصلنا 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 قولي يا الله قولي يا الله قولي يا الهي ادعي لك ادعي لك شلون شلون توقفون الدم هسه نوقف هسه الدم هسه ان شاء الله ان شاء الله جسمه راح يصفى خطيه دم الدم يا الله يا الله شفته بعيني ضربه ضربه بطنه شلون شايل مسدس شلون جاي يركض بالمنطقه فجاه جاي يركض مين هذا مين بس مين احنا جايين عمل خير هسه هسه نرفع دعوه علي هسه خطيه خلي حق لي هسه خلي حق لي قولي يا الله حق العين يا الله يا الله رحمك يا الله رحمك يا ربي رحمك يا ربي يا ربي سلمه سلمه بجاه حبيبك محمد سلمه بجاه حبيبك محمد سلمه سلمه دعي لك يا روحي دعي لك خاله فتح عينك فتح عينك صبره وانت زين ان شاء الله فتح عينك فتح عينك ان شاء الله ترجع لامك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صديقك هو صديقك هذا زميلي واخوي وابني لا حد يخاف ابويا ميت لا 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 والدي هذا مثل وليدي وصلنا وصلنا هذا زميلنا اعلامي وصلنا 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 نجي نجي شلون احنا وين جينا ما ادري وين جينا وايد كثير الشباب وهاي هاي شلون شايل المسدس هذا شلون اي والله شلون شلون شايله بيدي جاي يركض ورا ولد
واحنا ختلنا له الولد خفنا عليه، طلع المسدس ضربه 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 على بطنه بالدم بالدم. ها ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. هسه هسه لا يخلص دمه، تعال جود سوي شاره. الهي يا الهي يا سيدي ومولاي، مكفى نزيف بيدي، الشفاء العاجل بجاه الحبيب محمد، اشفيه يا رب يا الهي يا الهي. دعاء نحتاج يا الهي، دادعي له مثل وليدي، انا مثل وليدي. انت اولاد عندك؟ بس ولد هذا، انا مثل وليدي، كل العراقيين مثل وليدي. خلي هاي علي، خلي هاي، خلي هاي بيدي شي. يلا عيني عيني توني، شلونك شلونك توني يا زلمه؟ شلون نديبة انت؟ شفتني انا برنامج اسمه طلقة توني؟ لا الخاطر لا تاني، لا سمعنا صفقين، لا تاني صفقين. انبوع غالي علي الحمد لله ما فيك شيء، ما فيك شيء، وهذا مو دم هذا صدق تاني صدق. سمعنا صفقة وذا كلهم ممثلين، كلهم ممثلين والله. طلقة توني ست أديبة، انت شتي ما اقدر احكي بعد على سلامتك توني. انت شتي ويانا بمقلب طلقه توني، سمعونا صوت اديب الفنانه المميزه. شو رايك بالفكره مال البرنامج؟ فكره جميله وجديده مميزه. احنا برنامجنا ست اديبه، بس جديده الفكره ست اديبه، ست اديبه برنامجنا هو برساله. شنو رسالتنا بالبرنامج؟ انا اقول لك رسالتنا شنو بالبرنامج. اذا يصير عرس يضرب طلقات، اذا يصير فاتحه يضرب طلقات، اذا يتعارك ويا جوارينا يضرب طلقات، اذا لعبه ودومنا يضرب طلقات، اذا فاز المنتخب يضرب طلقات. رسالتنا بالبرنامج بانه ننصح كل الشعب العراقي، احنا شعب مثقف، احنا شعب واعي، المفروض نتعارك بالتوثيه. بس التوثيه تعارك بالتوثيه مو بالطلقات. شو ايش بالفكره مال البرنامج؟ فكره جميله جدا ومميزه وجديده، انا ما توقعت. انا من زمان مهزومه من هاي الكاميرا الخفيه وما ادري شنو، من خبرتوني عرضوها عيوني عرضوها، بس انا ايش سويت؟ انا ايش صار بي؟ انا اللي هسه دا ارجف وما مصدقه انت عايش. الحمد لله كاميرا خفيه. ست اديبه شكرا لك ست اديبه، الحمد لله عرضوها. الانسانيه، الانسانيه اللي نعرفها على ست اديبه. ست اديبه تعرفين ذوك الممثلين شباب؟ شو اسمه برنامجنا شباب؟ شو اسمه برنامجنا؟ ايش نختم؟ اغنيه للعراق نختم، ايش نختم؟ وقت ما عندنا، يلا حتى ابو ساره حمينا كل الممثلين. انا عطاني الصدر، اريد اغنيه، خلينا نختم باغنيه، خلينا نختم بغنية. يلا جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 يا وطننا، يا وطني حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطني حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة والله نارك جنة، دوري 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 يا ليالي، دوري 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 يا ليالي، دوري حتى شوك بلادي يا سمين وجوري، حتى شوك بلادي يا سمين وجوري، بالفرح يا هنة بالفرح يا هنة. شكرا الست اديبه وشكرا للثانيه اللي عندك. مشاهدينا الكرام انتظرونا باكر وبرنامجنا شو اسمه شباب؟ توني. في امان الله. طلقات توني الليله للضيف هدت حيله، والما عرف يا ويله، والما عرف يا ويله. طلقات توني الليله، وانا كنت احلم اصير فنان، للفقر اظل بوجدان واتمنى اعيش انا انسان. الضيف ما يعرف شني الفكره، هل وضع حالي قهره لمن يشوف الفقره. قدرادوي همشوني بس ناس اللي يحبوني، بالساحة ثابت توني، بالساحة ثابت توني. من يمكم اشطر بعد ياهي قدرة، هالفيلم من هي فسرة، طلقات توني الخطرة، ما حد قبل من عندكم مسويها، يا توني لا تعديها، هالضيف ما قعد فيها.
قد توني.